الحاجة التانية بنتكلم على حالة جميلة جدا جدا جدا، وانا يعني ديت اللي احنا هنشرحها في اول التحليل كابتن عادل، وهي حالة مخالفة حارس مرمى نادي الجونة، وهنحكي فيها ونقول مين اللي ادى قرار، يعني هل اللي ادى قرار الحكم ولا ادى قرار الحكم المساعد؟ دي مهمة جدا جدا. من خلال الحالات هنقول اول طاقم التحكيم ونروح للحالات التحكيمية. كان عندنا النهاردة طاقم التحكيم الدولي محمد عادل بعد غياب فترة كبيرة، مساعد رقم أول المتميز دايما 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 سمير جمال، بصراحة من زمان وأنا بقول عليه إن هو حكم متميز. أيضا معنا هاني خيري حكم من الحكام المتميزين أيضا من منطقة القاهرة، وكان أسامة إسماعيل الحكم الرابع. تقنية الفيديو النهاردة كان علاء صبري، وكان معاه مصطفى عطية. طيب الحالة الأولى اللي أنا يمكن ديت كانت دي 74 يا كابتن عادل، أنا حبيت أجيبها في أول حالة لينا، حالة تحكيمية. أنا بس الأول هنشرح بقى يعني سمير بعد إذنك ستوب. هو هنا خلي بالك ومحمد عادل بيجري إيه؟ بيجري مد ظهره لمين؟ هرجع تاني سمير كده بعد إذنك. أدي الحارس هنا، المخالفة تمت هنا أهي، بص الكرة اتلعبت. هو هنا محمد عادل شاف اللعبة؟ لا بيدي ظهره للعبة. مين ادى القرار؟ أكيد لاينزمان. أكيد المساعد رقم واحد. أيوة. ودي مفاجأة. لاينزمان. الدروس المستفاده كابتن محمد، ايه يعني ايه الفرق ما بتجري بظهرك او بتجري بوشك؟ يعني ايه الافضل؟ انا النهارده لو مساعد مش مركز لازم اشوف الكوره، هرجع تاني اشوف حارس المرمى. معلش يا سمير عشان دي مهمه جدا، دي الحاله النهارده يعني كلها على الحاله ديت.